ما الفرق بين النبي والرسول؟ لأن البعض يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، إذن ما الداعي لنبوته عندئذ؟ تعليم الناس، الداعي لنبوته تعليم الناس والحكم بينهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا ويحكم بين الناس ويعلمهم، ولا ينزل عليه شريعة مستقلة، إنما يحكم بشريعة من قبله. هذا النبي قد يوحى إليه وحي خاص، لكن لا يوحى إليه بشرع مستقل، وإنما يتبع من قبله. فالنبي يحكم بشريعة من قبله من الرسل، خلاف الرسول فإنه يأتي بشرع كما أتى موسى وكما أتى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.